وبالمناسبة نقول لكم يا جماعة، يعني هذه الحالة اللي ظهرت حكاوها لي في قسنطينة وحكاوها لي في سطيف، وحدث شيء منها في المسيلة، باللي في الحراك بداوا الناس قريب يتهاوشوا بالدبزة، قال زعما ناس مع الجيش وناس ضد الجيش. هذا الخطاب في حد ذاته غلط، هذا الموضوع خارج على السياق ولا مقام له. ما كانش في الكون بلاد الشعب يكون ضد الجيش والله الجيش يكون ضد الشعب، يستحيل. نحن أيها الإخوة الأفاضل يجب أن تبقى هذه الكلمة تاع شعب جيش خاوة تبقى مستمرة، قولها كل مع بعض، شعب جيش خاوة. يلا يا جماعة، خاوة. ولذلك أيها الإخوة، المزايدات في الجيش مرفوضة، مش محتاجك الجيش، الشعب كل معاه، ما هوش هذا معاه وهذا ضده. ويجب أن نحذر أيها الإخوة الأفاضل أن ننقسم أو أن ينقسم موقفنا تجاه المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية سليل الجيش التحرير الوطني، الشعب واعي. احنا ما نحطوش المؤسسة العسكرية في الميزان، المؤسسة العسكرية تاعنا كل نفديها بدمائنا ونفديها بأنفسنا وأرواحنا، وإحنا نكون ناجحين يا جماعة. يوم أن ننتقل انتقال ديمقراطي، المؤسسة العسكرية ترافق في الانتقال الديمقراطي، تساعد على الانتقال الديمقراطي، لأنها هي القوة الوحيدة اللي بقات الآن تساعد على الانتقال الديمقراطي. ولكن تحذر من أن تتدخل من جديد في الشأن السياسي، وكان نكذبوا على بعضنا يا جماعة. المؤسسة العسكرية اللي كانت تصنع الرؤساء، صح ولا لا؟ المؤسسة العسكرية كان عندها دور أساسي في الترجيح بين الأحزاب في الانتخابات. في فترة سابقة كان ديرس اللي ذبحنا، والحمد لله وبشير فريك بين وضح مليح باللي الديرس كان هو اللي عطانا التعليمات، وكان يقول له نحي حركة مجتمع السن ومد. نحنا ذبحونا هنا في المسيرة، نحنا 3 مقاعد 97، وفي وهران نحاولوا 5 مقاعد. الديرس هو اللي كان يخيط، ومن بعد صارت الأسلاك المشتركة، وصار الجنود يوجهون للتصويت لأحزاب الموالاة على حسابنا وعلى حساب غيرنا.